ولنقاش هذا الموضوع وتسليط الضوء على تحدي حمل السلاح من قبل الميليشيات في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف يحيى سنبل، أمين سري مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. أهلا بكم شيخ يحيى. أهلا وسهلا. كانت صحيفة اندبندنت البريطانية قالت إن أهم التحديات التي تقف في اللقاء المرتقب بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق في حزيران المقبل يتمثل في حمل السلاح من قبل الميليشيات. إلى أي مدى تتوقعون أن الكاظمي بإمكانه أن يسحب السلاح من يد الميليشيات؟ حقيقة وجود الميليشيات في العراق شكل عامل لتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وهي تخضع إلى سلطة الولي المرشد في إيران وتركب مع الميليشيات في سوريا وفي لبنان وكذلك في اليمن وفي المناطق الأخرى، وقد قامت بعمليات بتهديد دول الجوار واتهمت بضرب شركة أرامكو في الأراضي السعودية. لذلك هذا الملف هو ملف شائك يواجه مصطفى الكاظمي الذي أيضا هو خرج من ضمن المنظومة الفاسدة التي حكمت العراق منذ عام 2003، وأمريكا تريد بذلك طمأنة الرأي العام العالمي بأن العراق إذا ما أراد الكاظمي أن يسير وفق خارطة الطريق التي ستضعها أمريكا له هو بسحب البساط من تحت هذه الميليشيات التي أصبحت أقوى من الجيش العراقي وتمتلك أسلحة ثقيلة. لكن الكاظمي يحتاج في هذا الظرف أن تقف أمريكا معه من أجل سحب، لأنه الجيش العراقي الموجود والشرطة الاتحادية هي مشكلة أساسا من بدر ومن العصائب ومن ومن جيش المهدي والميليشيات الأخرى التي كانت سائدة في عام 2006، وكلهم اندمجوا داخل هذه المؤسسة الأمنية. فهو الآن يواجه مشكلة كبيرة بالإضافة إلى نفوذ هذه الميليشيات وقوتها وقدرتها على مواجهة الجيش ومواجهة الشرطة الاتحادية إذا ما أرادت هذه التحرك. لذلك في الحديث عن نفوذ هذه الميليشيات يقودنا للتساؤل عن الدلالات التي يمكن قراءتها من الزيارة الأخيرة لمصطفى الكاظمي لمقر ميليشيا الحشد. نعم، الكاظمي عندما ذهب إلى ميليشيا الحشد أراد أن يطمئنهم بأنه سوف لن يقوم بأي عمل مما يدل على ضعف شخصيته وعلى ضعف قراره في مواجهة الخارجين عن القانون. لذلك هذه النقطة أيضا تحسب عليه وهي مثبتة أمام الإدارة الأمريكية. لذلك الكاظمي إذا أراد أن ينأى بالعراق عن النفوذ الإيراني وعن أي نفوذ آخر وأن يستند إلى القرار الأمريكي على الولايات المتحدة أن تقف معه من أجل سحب هذه الأسلحة الثقيلة ومن أجل إلغاء هذه النسخة التي تشبه نسخة الحرس الثوري الإيراني والتي طبقت بحذافيرها على ميليشيا الحشد في العراق. كيف ستنعكس كل هذه النقاط سواء فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني في العراق أو ولاء هذه الميليشيات لإيران، كيف ستنعكس على المحادثات والمفاوضات المرتقبة بين الجانبين الأمريكي والعراقي قريبا؟ على ما أعتقد بأن الكاظمي غير قادر على اتخاذ قرار لوحده، لذلك هو سيعتمد على أطراف أخرى نقول إنها رافضة للوجود أو للنفوذ الإيراني خلال مباحثاته مع الولايات المتحدة، وهذا بالطبع شيء يعزز موقف الكاظمي تجاه هذه الميليشيات. لكن هل إيران أو مؤسساتها المختلفة ما بين الحرس الثوري وبين الرئاسة الإيرانية والخارجية الإيرانية هل تقبل بأن يسحب البساط من تحت أرجل ميليشياتها
وهم أمام أنظارها كما يقال. هنا بالطبع ننتظر إلى حدوث هذه المحادثات، هي ليست مفاوضات ولا محادثات، هي خارطة طريق وضعتها أمريكا أمام الكاظمي، أما أن تسير عليها وأما أن نبدأ بصفحة من العقوبات الاقتصادية. والسبب أن هذه الميليشيات قد شكلت العمود الفقري للنظام الإيراني مع ميليشيات أخرى بدأت تهدد دول الجوار وتهدد الأمن والسلم العالمي والإقليمي. شكرا جزيلا لكم أمين سري مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى سنبل، كنت معنا عبر الهاتف.